الحقيقه برضو من الرياضات اللي ابتدت تنتشر في الفتره الاخيره بقوه وبشكل لافت للانظار، وكنا الاسبوع اللي فات برضو معانا مجموعه من الضيوف اللي كلمونا عن كل تفاصيلها، رياضه البادل انتشرت بشكل هستيري في الفتره الاخيره. عايزين نعرفكم بقى ان منتخبنا نجح في الفوز بلقب البطوله العربيه الاولى للبادل اللي اقيمت من 27 سبتمبر حتى 1 اكتوبر الجاري، واللي شاركت فيها 11 دوله. حصد الفراعنه اللقب بعد فوزهم على المنتخب الكويتي بنتيجه 2-0. وكمان كان في امبارح اجتماع بين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والاستاذ احمد غتواري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل عشان يعرف ايه احتياجاتهم للفتره اللي جايه ان شاء الله، وكمان خطتهم في تطوير هذه الرياضه مستقبلا. خلونا نعرف المزيد من التفاصيل من الاستاذ احمد الغتواري شخصيا رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل تنس. استاذ احمد صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك البطوله العربيه، اهلا بيك معانا. صباح الفل عليكم، انا بشكرك جدا على التهنئه الجميله دي. اهلا بحضرتك. عايزين بدايه كده نعرف من حضرتك ملخص لمدى قوه المنافسه في البطوله اللي حصلنا عليها مؤخرا، وكمان نعرف من حضرتك ملخص عن اللقاء اللي تم بينك وبين السيد وزير الشباب والرياضه. لا طبعا، يعني الحمد لله اللقاء مع امبارح مع معالي الوزير كان لقاء يعني احنا سعدنا بيه جدا، لان احنا طبعا لما بيكونوا شبابنا وابطالنا بيحققوا الحمد لله انجازات جديده في رياضات جديده، بيبقوا طبعا نفسهم يحسوا باهتمام الدوله بيهم، وان هم لان هو مش سهل انك تفوز بالقاب دوليه. فطبعا معالي الوزير عمره ما بيتاخر علينا، فامبارح اول ما فزنا بالبطوله اول امبارح كلمني على طول، وانا رحت وزورته، وطبعا يعني الرساله دايما اللي هو بيبعتنا ان هو في ظهرنا والدوله في ظهرنا علشان خاطر ان شاء الله نحقق مزيد من الانجازات الدوليه باذن الله. يعني البطوله طبعا ما كانتش بطوله سهله خالص، احنا يمكن اول مره بننافس 11 منتخب عربي. احنا على المستوى العربي حاولنا ان احنا نزود عدد الدول، في يمكن دول بتلعب الرياضه دي وعندها منتخبات من قبلنا بكثير، مننا يعني ثلاث واربع سنين، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا فتره قصيره جدا نجهز منتخب منافس، وده انا بالنسبه لي لقب تاريخي، لان هو لقب اول بطوله عربيه، وده في حد ذاته يمكن تاريخي من ناحيتين، من فوز المنتخب وان احنا برضو اول لقب في التاريخ تفوز بيه مصر، فالحمد لله احنا سعداء جدا يعني. رائع جدا. طيب خليني يعني اخد من كلام كريم برضو واسال حضرتك استاذ احمد، البادل فعلا لقت او يعني انتشر بشكل سريع جدا في مصر ولقت رواج كبير او الناس حبتها فعلا سواء على المستوى الاحترافي او حتى المستوى العادي في رمضان في الاوقات الفاضيه، الناس كلها تقريبا بتحب او بتروح تلعب بادل حتى لو ما عندهمش خلفيه عن التنس او عن السكواش او عن الراكت حتى، بس البادل ما اعرفش ليه هو اللي انتشر بهذا الشكل او يعني الناس حبته بالشكل ده. هل ممكن نقول كمان الخطه لانتشار اللعبه بشكل اكبر هتكون من خلال دخولها الجامعات او المدارس في الفتره المستقبليه يعني؟ طبعا طبعا، احنا يمكن عندنا خطه موضوع نشر اللعبه زي ما حضرتك تفضلتي وقلت، هي اللعبه منتشره من جانبين، الجانب اللي هو الاحترافي والهوايه. الاحترافي والهوايه بالظبط كده. احنا بنحاول نعمله حاليا، ان احنا بنحاول نبدا نشتغل مع اتحاد الجامعات عشان تكون فيها دوري جامعات، ومع المدارس في الكليه مع الوقت، يمكن المدارس بدري شويه عن دوري المدارس، ولكن نعمل لهم انواع من التجمعات وانواع من الفستيفلز وانواع من ال زي كده احتفاليات مع خاصه برياضه البادل عشان نقدر نجمع برضو الشباب الصغيرين، لان يمكن دلوقتي معظم اللاعبين اللي بيمارسوا البادل هم جايين من لعبه مضرب، ولكن الفتره القادمه اللي احنا بندور عليه ان احنا ندور على اجيال وطالعين من البدايه متاسسين بادل وليس متاسسين رياضه وثم حولوا على البادل. فطبعا دوت مهم جدا ان احنا ندخله في قطاع المدارس قريبا ان شاء الله. طيب الى اي درجه يا فندم بيبقى عندكم يعني كشافين انجاز التعبير بيتابعوا الفعاليات مثلا دوري الجامعات او دوري المدارس لاختيار عناصر تصلح للانضمام للمنتخب؟ يمكن احنا كنا برضو الاسبوع اللي فات تشرفنا وكنا معاكم برضو على موضوع منتخب الناشئين اللي احنا كنا بنتكلم عليه، اللي احنا حاليا بنجهزه الباراجواي، وده برضو حدث يمكن كبير ان احنا نكون اول منتخب عربي وافريقي يسافر كاس على الناشئين الولاد والبنات. احنا بدانا عن طريق ان احنا عملنا مشروع كبير جدا، ويمكن كان في يمكن 300 400 ناشئ دعناهم كلهم، لان هم تجارب على مستوى الجمهوريه كلها، مين الناس الموهوبه في موضوع البادل ونقدر نكون بيهم منتخب الفتره القادمه. ولكن زي ما حضرتك قلت يمكن احنا محتاجين نشتغل برضو اكتر على حته ان احنا نبدا نخلق نوع من المناطق على مستوى الدوله اللي من هناك نبدا ندرب
كشافين ان هم يبداوا يدوروا على المواهب الموجوده، ودي مشكله كبيره خلي بالك على مستوى العالم كله مش بس في مصر، لان رياضه البادل رياضه حديثه، فالخبره اللي موجوده اللي انت بتدور عليها انك تجيب حد كشاف وان يبدا يبص على اللاعب، ان هو اصلا محتاج من الاول خالص تدريب، والعلم دوت حاليا مش موجود في اماكن كثيره في العالم. فاحنا بنحاول نخلق برضه نوع من النهج العلمي داخل الاتحاد المصري وبالتعاون مع الاتحاد العربي علشان نقدر ننتقل الابطال دول بصوره علميه وبصوره مميزه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله موفقين دايما، ويا رب ما نسمعش عنكم غير كل خير وكل نجاحات وكل تفوق ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ احمد.